آخر موضوع عندنا محتاجين إن إحنا نجمع فيه البحث بتاعنا عن حركة العمل. شوف النقط اللي إحنا هنجمع فيها. أول نقطة في حركة العمل هنا مفهوم حركة العمل ودوران العمل. يعني إيه حركة عمل؟ انتقال العامل من مكان لآخر أو من وظيفة لأخرى أو من قسم لآخر ضمن منشأة واحد. نيجي بعد كده عندي هنا على أشكال انتقال العمل فيما بين الوظائف. أشكال انتقال العمل فيما بين الوظائف ممكن هو يتنقل من نشاط لآخر، وده ليه دوافع. الدوافع بتاعتها إن هو بيكون فيه اختلاف في معدلات الأجور، تطورات تكنولوجيا، في سياسة اقتصادية للدولة. ممكن يكون الانتقال عندي هنا من منشأة إلى أخرى في نفس القطاع، ممكن يكون الانتقال من منطقة جغرافية لمنطقة أخرى داخل البلد الواحدة، يعني هيعمل هجرة هنا داخليا. تالت حاجة عندي بالنسبة لحركة العمل، عايزين نعرف ايه هي هجرة العمل. هجرة العمل هنا بتاخد نمطين. اول حاجة هجرة داخلية وهجرة خارجية. الهجرة الداخلية الانتقال من مكان لآخر داخل الدولة، سواء الهجرة من الريف للمدينة أو من إقليم إلى آخر. هجرة خارجية هو الانتقال من سوق محلي إلى سوق خارجي أو العكس. طيب إيه العوامل عندي هنا اللي بتأثر في قرار الهجرة؟ أول حاجة العمر، فكلما كان العمر صغير كلما زاد احتمال حصوله على عائد مناسب على استثماره فيما يسمى برأس المال البشري، وزادت الرغبة في الانتقال. العامل الثاني المؤثر في قرارات الهجرة الحالة الاجتماعية، رغبة الانتقال بتقل كل ما كان الشخص متزوج ولديه أطفال. تالت حاجة التعليم، كل ما بيرتفع مستوى التعليم بتزيد الرغبة في الانتقال. أربعة عندي هنا المسافة، كل ما بتزيد المسافة أو بتبعد بين مكان العمل القديم ومكان العمل الجديد بتقل الرغبة في الانتقال. والأجور كمان بتأثر في الهجرة، الأجور والدخول، فكل ما كانت الأجور مرتفعة في العمل الجديد كل ما زادت الرغبة في الانتقال من العمل القديم. كده نكون خلصنا البحث بتاع حركة العمل بالمطلوب منه منكم فيه.